أخبار اليوم. فوزي عبد العال ولد في 15 من أغسطس عام 1918 في كفر إندي بالقرب من مدينة طنطا بمحافظة الغربية. كان لوالده 25 طفل من 3 زيجات. كان ترتيب فوزي هو 21 بين أخوته، وهو أكبر أخواته 5 الذين أنجبهم والده من زوجته الثالثة. وشقيقته التي تصغر ببضع سنوات هي الفنانة الكبيرة هدى سلطان. ورث محمد فوزي حلاوة الصوت ونقائه من والده المقرئ، وعشق الفن منذ طفولته، ولكن والده كان في غاية الشدة معه، وكان لا يسمح لأحد بالاتجاه أبدا إلى الفن. والتحق الطفل محمد فوزي بالمدرسة وحصل على الشهادة الابتدائية في عام 1931، وتعلم أصول الموسيقى وكتابة وقراءة النوتة في المدرسة على يد محمد الخربقلي عسكري المطافئ المدني الذي كان أحد أعضاء فرقة موسيقية شهيرة في طنطا. نحتفل بذكرى الأستاذ الموسيقار الكبير الأستاذ محمد فوزي. الحمد لله يعني احتفالات كبيرة جدا جدا وغير متوقعة، طبعا كل سنة بتزيد عن السنة اللي قبلها. أنا هتكلم عن محمد فوزي الإنسان قبل الفنان، يعني هو خدم البلد، بلدنا مصر دي خدمات كتيرة جدا، خدمات وطنية كتيرة جدا، مع إنه اتظلم كتير يعني من التأميم اللي حصل له، يعني كان بفعل فاعل، ما كانش كده مقصود ولا حاجه، يعني ما كانش صدفه، يعني زي ما كانوا بيأمموا كل حاجه في البلد زمان، هو يتأمم حد يسلط على حد، يعني عشان محمد فوزي عمل اعمال كثيره جدا. يعني مثلا الاسطوانات دي كان زمان ب5 جنيه اسطوانه. محمد فوزي عمل مصنع ووضع على الصناعه الاجنبيه في مصر هنا الاستغلال وخلاها ب70 قرش، فكانت ضربة جامدة جدا لانجلترا ولما عمل شركة مصر فورم. محمد فوزي أول من عمل الأغنية الدينية زي طب الخشوع، أول من عمل حاجة رمضان وشراكة صايم زي غناها الأستاذ حسن، ويا عباد الله برضه غنى العاطفي من غمر ما يتملك قلبي حبيبي، غنى السياسي والوطني بلدي حبيبتك يا بلدي، غنى الفرنكو عرب، غنى حاجات اللي هي الغربي العربي، غنى حاجه من غير مزيكا خالص، وكان بيتقال عليها انها مثلا ان الموسيقيين عشان ما خدوش حقهم، طبعا ده جهل اللي كان قال بيقول كده. الاغنيه دي اتعملت لدرجه ان احنا لما جينا اللي اسمها كلمني طمني دي بالكورال اللي كان قالها الكورال بتاع المدرسه. الاغنيه دي كل واحد من الكورال بيقول اله موسيقيه معينه، فناس بتقول لك لا ده الموسيقيين ما جوش ومش عارف ايه وعشان الفلوس، ده طبعا كلام غلط، لان لما جينا نعملها في الاوبرا هنا في فرقه الموسيقى العربيه فرقه عبد الحليم الورق، قعدنا بالظبط 1 شهر و5 أيام نعمل الجروبات دي عشان تطلع اغنيه جميله. فمحمد فوزي الانسان اكثر من حياته الفنان، هو يعني ربنا يقدرنا ان شاء الله نكمل المسيره بالله بعديها ان شاء الله، في ظل يعني الفساد السمعي الموجود دلوقتي. شكرا.